لذلك العلماء يقسمون العلم باعتبار ما يطلب له إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونه العلم الذي يطلب لغيره، ليعرف بعلم الآلة، وهو علم العربي عموما. العرب ما كانوا في صدر الإسلام بحاجة إلى شيء من علوم العربية، النحو، الصرف، البلاغة، هم بسليقتهم يدركون هذا. وإذا زاغ أحد، زلت لسانه، فإنهم يقومونه، ولا تزل لسان العربي الصرف إلا إذا كان قد دخل في الإسلام، مثل ما يروى أن رجلا أقرأ عربيا: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فتعجب هذا الأعرابي، قال: وقد برئ الله من رسوله. لماذا؟ لأن عطف كلمة الرسول على المشركين، إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ومن رسوله والعياذ بالله. فتعجب الأعرابي فقال: وقد برئ الله من رسوله. إن كان الله قد برئ من رسوله فقد برئت منه. فانتبه له بعض الصحابة، قال: لا، ما هكذا يا أخ العرب، أنزل إن الله بريء من المشركين ورسوله. فالعرب كانوا بسليقتهم يعرفون لغتهم، وما كانوا بحاجة إلى ما يعرف الآن بالعلم الذي يطلب لغيره. العلم الذي يطلب لغيره هو علم العربي، لأن وعاء هذه الشريعة هي النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من تعلم اللغة أولا حتى تفهم القرآن وحتى تفهم السنة، لأن القرآن والسنة يجري على مجاري كلام العرب. وعلم العربية أنتم تعلمون أولها علم النحو، وهو الذي يضبط فقط الحرف الأخير، الحرف الكلمة، لأن اللغة العربية لغة معربة ولا يظهر معناها إلا بالحركة. إذا دخلت الكلمة في جملة أثرت هذه الجملة حركة، سواء ظاهرة أو مقدرة. ولذلك إنما يتبين المعنى فقط من الحرف الأخير. الآن لو قلت لكم أنا مثلا: ما أحسن زيدا، وما أحسن زيد، وما أحسن زيد، الجملة هي الجملة، صح ولا لا؟ إنما صار في جملتين حركة، تارة بالرفع وتارة بماذا؟ بالنصب. ما أحسن زيد وما أحسن زيدا. والثالثة صار فيها تغييران، بدل الفعل جينا باسم، قلنا بدل أحسن قلنا أحسن، وجررنا زيد. المعنى يختلف تماما، صح ولا لا؟ ما معنى لما نقول ما أحسن زيد؟ ما معنى ننفي عنه الإحسان، صح ولا؟ معنى زيد ما أحسن، نفينا عنه الإحسان. ولما نقول ما أحسن زيدا نتعجب، صح ولا لا؟ ولما نقول ما أحسن زيد، فنحن نسأل أي عضو من أعضائه أحسن الجملة. لكن فإذا النحو هنا، علم النحو الذي يضبط لنا هذه الحرف الأخير من الكلمة يبين لنا المعنى. من غير هذا العلم لا نستطيع أن نتبين المعنى. علم النحو الذي يضبط كما قلنا آخر حرف من الكلمة. الآن مثلا هل يجوز أن يقرأ قارئ إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ يجوز؟ ما يجوز. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنك لو قلت إنما يخشى الله أنت تنسب الخشية إلى الله، الله يخشى العلماء، والواقع العلماء هم الذين يخشون الله، ولا يجوز غير ذلك قطعا، صحيح ولا لا؟ طيب، إذن هذا علم النحو. وعلم النحو هو علم ذو أهمية كبيرة جدا حتى ترى في الفقه. ولذلك حتى بعض العلماء ألفوا كتبا مستقلة فيما يتخرج على ما يتخرج من الفروع الفقهية على الأصول النحوية. شيء كتاب اسمه الكوكب الدري، فيما يتخرج من المسائل، فيما يتخرج على الأصول النحوية من المسائل الفرعية، وكتاب كامل فقط في هذا الباب. ثم يأتي بعد ذلك علم الصرف، وهو العلم الذي تعرفونه، يعني يعنى ببنية ماذا؟ الكلمة. هذا علم مهم، وهو للأسف علم مهمل،
وكثير منا وأنا واحد منهم لا نحسن هذا العلم ولا نتقن مع أهميته الكبيرة. حتى أن الشيخ المحقق الخليلي يقول في منظومته في الصرف: الحمد لله مصرف اللغة، حمدا إلى رضوانه مبلغة، وأردف الصلاة تسليما أتم على النبي خير ناطق بفم، وآله وصحبه الغر ومن يتبعهم في كل منهج حسن. هذا محل الشاهد. قال: وبعد فاعلم أنه لم يستقم نطق بلا علم تصاريف الكلم. وبعد فاعلم أنه لم يستقم نطق بلا علم تصاريف الكلم. النوع الثالث من العلم الذي يطلب لغيره هو علم البلاغة، البيان، البديع، المعاني، هذا تعرفونه. وهذا علم مهم لتبين وفهم أسرار اللغة العربية وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض من نظموا فيه بعد المقدمة: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي عن الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. قال: فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكر على حياضه. إلى أن قال: وبعد، إن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذة بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. فإذا هذه العلوم كلها علوم تطلب لماذا؟ لغيرها، هي وسيلة. ولذلك العلم يسموها علوم ماذا؟ الآلة، أحسن، يسمونها بعلوم الآلة لأن هي المفتاح. طيب، القسم الثاني من العلوم باعتبار ما تطلب له هو ما يطلب لذاته، وهذا هو أشرف العلوم، هذا علم التوحيد، هذا علم التوحيد وهو أشرف العلوم على الإطلاق. ولا شك أن شرف هذا العلم مأخوذ من شرف الموضوع، من شرف الذي يبحث عنه، وهي الذات العلية. ولذلك تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى المسجد فوجد أصحابه عزين يتذاكرون فنون العلم، فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القرآن، فقال: بهذا أمرني ربي، بهذا أرسلني ربي. ثم قام إلى الثاني فوجدهم يتكلمون في الحلال والحرام فجلس إليهم ولم يقل شيء. ثم قام إلى الثالثة فوجدهم يتذاكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأمثال عنه فجلس إليهم كثيرا ثم قال: بهذا أمرني ربي. قال الإمام جابر: لأن التوحيد معرفة الله عز وجل، ومن لا يعرف توحيد الله فليس بمؤمن. علم التوحيد هو أشرف العلوم وأجلها. ومن الأهمية أيضا لعلم التوحيد في هذا الزمان ما مقدمات مهمة ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم فيما يتعلق بالإلحاد المعاصر. لا بد الآن من إضافة هذه المعلومات في مقدمات هذا العلم لأهميته ولعصمة أبنائنا من هذا الوباء الذي يجتاح العالم الآن. العلم الثالث أو القسم الثالث عفوا من أقسام العلوم باعتبار ما تطلب له هو علم الذي يطلب للعمل به، وهو علم الفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا ينبغي حاصل الكلام لطالب العلم أن يتدرج في الطلب وأن يقرأ شيئا فشيئا، وهو يرتقي إلى أن يصل مدارج الكمال إن شاء الله تعالى. الأدب الثاني هو أن يتلقى العلم عن أهله في الدرس. ولذلك كانوا يقولون قديما: من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. طبعا هذا فيه نظر، لا نستطيع أن نقول هذا، ولكن خطأه كثير. لأن ولا بد من شيخ يريك شخوصه، وإلا فنصف العلم عندك ماذا؟ ضائع. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما علم البليد بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.